امور. اعتقد معانا جانب من اولياء الامور، ومعانا الاول اياد تامر حارس مرمى النادي الاهلي مواليد 2007، واحد من زمالك كابتن تامر، جزء من نجاح منظومه الفريق خلال الثلاث سنوات. اياد مليون مبروك، تعب السنه دي اصعب بكتير جدا من السنتين اللي فاتوا، لكن النهارده انتوا كنتوا رجاله وعلى مدار الموسم كنتوا رجاله. حبيبي يا فاجو طبعا الله يبارك فيك يعني، وشكرا على التقديم الجميل ده. احنا النادي الاهلي متعودين على البطولات دايما، والحمد لله يمكن البطوله السنه دي كانت اصعب من كل سنه، عشان السنه دي كنا بنفس ام بي فرق نقطه واحده، كانوا ورانا خطوه بخطوه، بس الحمد لله احنا يعني الحمد لله ربنا كرمنا اخر ماتش كنا رجاله، ان شاء الله اللي جاي احسن. بابا وماما معاك في كل مكان، واخوك اعتقد يعني ما بيسيبوش في تمرين في مباريات، دايما موجودين. اليوم والله العظيم ان انا كبرت كده وبقيت كويس، هم اليوم كل الفضل عليا والله، بشكرهم يعني بص من كل قلبي والله. مين اللي هيجيب المكافاه النهارده، انت ولا بابا اللي هيدفع؟ انا هاخدها. سامع ان انت هتدفع. لا لا انا هاخدها من فوق دي. يد مليون مبروك، عايز اروح لبابا بس الاول قول لي اسمك ايه؟ ياسر. عندك كام سنه ياسر؟ 9. مين نجم الماتش النهارده؟ ازاي بقى يا عم ما جابش اجوان هو النهارده؟ لا بس هو ايه. طب مين بقى اكتر حد بيعجبك في الفريق الاول، الاهلي في الفريق الاول؟ ما تقوليش ايه يا تامر. علي معلول. ماشي ماشي ماشي. بيلعب مركزه هو. بيلعب ايه؟ لا وينج ليفت. وينج ليفت. وينج ليفت. طب ماشي. عايز اروح لوالد اياد. النجاح دايما بيبقى في المشهد ده، لكن على مدار الموسم بيبقى سنه صعبه، ظروف صعبه، الناس ما بتشوفش الضغوط اللي بيبقى فيها ولي الامر وتنظيم دراسه وتدريبات، اعتقد امور بتبقى صعبه جدا. طبعا هو بسم الله الرحمن الرحيم الاول، طبعا الموضوع متعب جدا وشاق جدا جدا جدا. احنا بنلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي، دايما بيزود اللي احنا بنعمله مع اولادنا ودايما واقف في ظهرهم. الموضوع بيبقى صعب، بس اللحظه دي بتزول كل الصعوبات اللي مرينا بيها، وبنفرح وبننبسط وان شاء الله دايما للامام يا رب. اياد اخباره في البيت يعني، هادي كده ولا اياد واكلاته ايه الدنيا بالنسبه لاياد؟ اياد ده حبيب قلبي من جوه. اياد ده يعني اياد ده يعني اطيب قلب واحن قلب ومجتهد وراجل وجدع، مش بقول كده عشان ابني، بس هو بجد كده. عايزه تقولي له ايه النهارده؟ بقول له ألف مليون مبروك، وبجد أنت تعبت والحمد لله والشكر لله، ربنا أدك على قد تعبك الحمد لله. بشكرك يا فندم. كابتن أسامة مستمرين معاك. مهند أيمن الشامي، واحد من اللعيبة